سلام حبيبتي المتتبعات، وكامل اللي راهي تشوف في قناتي، نتمنى تكونوا بخير. ومرحبا بكم في نوفل فيديو كيما عودتكم دائما مع لي برودوي كوزميتيك. اليوم البنات حبيت ندير لكم ريفيو على هذا كريم من ايفوليدر. وقبل ما نبدا نتمنى او نتوما اللي راكم تشاهدوا في القناه لاول مره، ما عليكم الا بالجام والاشتراك فضلا باش يوصلكم كل ما هو جديد. لا فيديو تاع اليوم البنات خصصتها لهذا لاكريم اولترا ريباراتريس سون رانساج بور دو كاريتي، غنيه بزبده الشيا، 97% مكوناتها طبيعيه. هاد لاكريم لتصفيف الشعر مناسبة للشعر الطويل، فيها 200 مليلتر، جاية فيغان نباتية. وثاني البنات راني نستعمل فيها هذا شحال مليحة، تغذي وتحمي الشعر، وثاني ترطبو بلا ما تثقلو. ال سون تري بون، ريحتها هايله، جايه برائحه زبده الشيا. فاسيليت بيان لو كوافاج، تسهل من تمشيط او تسريح الشعر في السيشوار. هاد لاكريم البنات تناسب اللي شعرهم طويل، خفيف حساس، وثاني الشعر اللي يكون ناشف لانه فيها زبده الشيا اللي معروفه انها تغذي الشعر الجاف وتعالج الشعر اللي يكون ضعيف ومتقصف. وصراحه بعض المنتجات اللي شريتهم من ايفوليدر والله غير هايلين، وثاني ماهمش غاليين البنات كيما هاد لاكريم. يكفي تحطوا منها فقط اون بوتيت نوازيت على لي لونغور و لي بوين تاع الشعر الطول والاطراف بلا ما تكثروا منها. وبالنسبه اللي عندهم الشعر دهني لي شيفو غرا او فروه الراس دهنيه ولي بوينت سيش الاطراف تكون ناشفه، تقدروا تحطوا منها فقط شويه، ما تكثروش على لي بوينت، فقط على الاطراف. بالنسبه اللي شعرهم ناشف وفيه هيشان وتقصف، هذه تنفعكم غايه لانه جايه بزبده الشيا اللي تعالج الجفاف عفوا وترطب الشعر. طريقة استعمالها، تحطوا منها نقطة أو نقطتين على حسب كثافة الشعر، لكن شعركم قوي تحطوا منها زوج، ولكن شعركم خفيف تحطوا منها فقط نقطة على الشعر يكون مبلل أو ناشف، وتقوموا وتفوتوا كامل على لي لونغور اي لي بوينت الطول والأطراف. وفيما يخص لو بري تاعها البنات، أنا شريتها دورو 76 سنتيم، كانوا منقصين منها طيح هكا واحد 500 دينار. وبالنسبة لو بري تاعها العادي هي دير 3 وكيلك من 600 دينار. هذه كانت لا فيديو تاع اليوم البنات على هذا لا كريم سون رانساج من ايفوليدر. نقول لكم تلاقاو في فيديو جديد مع برودوي جديد، ومع السلامه.